نبدأ بأول حاجة كده. أول سؤال بيقول لنا تخير الصواب مما بين القوسين. تخير الصواب مما بين القوسين. عندي أول كلمة اسمها كلمة الله يسلمك. عندي هنا أول سؤال مكتوب كلمة أو كلمة أو تي أو تي. وعندي هنا أول حرف حرف الخاء خا خي خ خا خي خ. عايزة أعرف، طيب الصوت كده واضح؟ عايزة أعرف هختار إيه؟ هختار خا أو خي أو خ؟ هنختار إيه؟ خا أو خي أو خ؟ لا هي مش خو، هي إيه؟ في خا أو خي أو خ. ها نختار إيه؟ أخ. ها أختي الساكنة، صح تمام، برافو عليكم. أختي الساكنة، تمام. يبقى أحط علامة عليه هنا، أختي، تمام. طيب تعالوا كده عايزين نجرب مع بعضينا، نخلي نفتح المايك لحد ويجاوب معانا كده بصوت. دي واحدة. نبدأ ب يا عمار، يلا عمار بسم الله، ابدأ كده، افتح الميكروفون عندك. يا ميس، ازيك يا عمار، عامل ايه؟ الحمد لله. طيب بصي يا عمار، عندنا السؤال التاني هنا بيقول كلمة بيت. الباء الأولانية دي اللي هي في كلمة بيت، باء بالشكل ده أو بالشكل ده أو بالشكل ده، أنهي الأولاني الأولاني؟ تمام، يبقى عندنا الباء أو أي حرف من الحروف اللي هي الباء أو التاء أو الثاء أو أي حروف تانية لما بتيجي في أول الجملة بيبقى إيديها مشبوكة باليمين أو من الشمال. يا عمار الباء ماشي والتاء والثاء يمين أو شمال؟ ماشي. يمين أو شمال، أول واحدة بتبقى أول واحدة تبقى اليمين. يبقى الحرف لما بيجي في أول الكلمة سواء كان باء أو تاء أو ثاء أو كاف أو غين، طبعا ما عدا الحروف اللي هي الرافصة اللي احنا بنقول عليها الدال والذال والراء والزاي والألف والواو، دي ماشي مش بترتبط بأي حروف تانية، لكن الباء وبقية الحروف التانية لما أجي بربطها في أول الجملة بيبقى شكلها بالمنظر ده، أهو بالشكل ده كده، تبقى إيديها مرتبطة من ناحية اليمين. شكرا يا عمار، متشكرة جدا، شكرا. طيب نبدأ عندنا الكلمة التانية أو السؤال التالت، هو سؤال كلمة سلحفاة. طيب عايزين نعرف إيه الحرف السين اللي عليه الحركة السا أو السي أو السو. نبدأ بمروان، مروان مصطفى، مروان عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مروان، عامل ايه؟ الحمد لله. يلا حبيبي، عايزين نعرف هنا في السؤال دوت هنحط السين مع اي حركة، مع حركة الفتح ولا الكسر ولا الضم؟ الضم. الضم. سو، احسنت، برافو عليك. طيب تقدر تجيب لي كلمة برضو فيها حرف السين وعليها ضم اولها السو؟ من الكلمات اللي انت درستها في الكتاب. سلم. سلم، احسنت، برافو عليك. طب بص كده معايا، كلمة سلم. هسألك على حاجة برضو يا مروان، ممكن؟ تفضل. طيب بص، سل لم، هي اللام دي عليها ايه؟ سلم، عليها شدة تبقى اتنين. صح، برافو عليك، شدة بتبقى حرفين. طيب اللام دي، اللام دي بتبقى حرفين، الحرف الأولاني بيبقى عليه إيه؟ عليه فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكوت؟ سكوت، ممتاز، برافو عليك. واللام التانية عليها إيه؟ فتح. ممتاز يا مروان، شكرا جدا، ما شاء الله عليك، أنت ممتاز، شكرا. ممكن تقفل المايك بعد إذنك؟ تمام. طيب يبقى عندنا هنا أول حاجة هنا كلمة أخ،
أختي بيت باء عليها فتحة وكلمة سلحفاة السين عليها سكون. نيجي للكلمة الرابعة، عندنا هنا حرف الضاد بالفتح، ضاد بالكسر، ضاد في وسط الكلمة. مين يقدر يجاوب معايا؟ تيم، تيم، يلا تيم. السلام عليكم يا تيم. تيم السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا حبيبي؟ كويس الحمد لله. طيب يلا، شايف الكلمة، شايف السؤال رقم 4، عايزين نعرف دلوقتي ايه الحرف المناسب للكلمة دي. دي اه ها ضا، يعني اقول مثلا كلمة درس، ولا اقول لا كلمة ضرس، ولا اجيب الضاد فكأنها في وسط الكلمة. ها درس درس، ممتاز، برافو عليك، برافو عليك. بس انا هاخدها اللي ايه، اللي هي من غير ايدين، يعني اللي هي من غير ايد يمين وشمال، صح؟ اللي هي ايديها بتمتد يمين ولا شمال في الضرس؟ يمين ولا شمال؟ يمين شمال اليمين، صح، اللي هي اليمين بس، مش اليمين والشمال، صح كده؟ صح. طيب بص بقى، انا عندي سؤال، كلمة ضرس دي اولها حرف الضاد، صح؟ ضاد صح والكسرة، تمام. تقدر تجيب لي كلمات برضو فيها حرف الضاد مكسورة، يعني عليها كسرة؟ دي زي كلمة ايه؟ ضرس. ها، ايه الكلمة التانية ممكن ان انا اقدر اجيبها بالكسرة؟ دير دي هو طب حد يعرف؟ طيب مش شكرا يا تاي، متشكرة قوي، بس انت عموما الإجابة بتاعتك صح جدا، وانت ممتاز على فكرة، ما شاء الله. يلا، مين يقدر يجيب لي مثلا كلمة فيها حرف الضاد بالكسر؟ يحيى إسلام، يلا يحيى. يحيى، 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 حاول كده يحيى. يحيى، طيب نشوف مثلا مالك، يلا مالك، مالك أحمد، مالك، السلام عليكم. نعم نعم طيب يا حبيبي قولي، عايزة كلمة فيها حرف الضاد بالكسر، ولو ما لقيناش ممكن نجيب أي حرف، يعني أي حركة، مش لازم بالضاد بالكسر، ممكن ضاد بالفتح أو بالضم. ضبع ضبع، أحسنت، برافو عليك، ضبع، صح. في حد، وضياء، صح، وضباب، صباب، تمام، خضروات، برافو عليكم، تمام جدا، ما شاء الله، وضلع، تمام. طيب يبقى احنا عندنا هنا رقم 4 ضرس والضاد مكسور. طيب تعالوا ناخد، طيب السؤال رقم 5، ونفتح الميكروفون ليحيى، عشان يحيى زعلان. ها تمام، يلا حاول كده. عقبال ما تفتح هنعمل، هقرا السؤال. كلمة حوت بها حوت، حوت، الكلمة دي فيها ايه؟ مد ألف أو مد واو أو مد ياء؟ يحيى حاول كده معايا. الكلمة دي عايزين بس حد يقول معانا. أمين، أمين، أمينة، أمينة، يلا أمينة، يلا حبيبي افتح كده الميكروفون. ها افتح المايك. صباح الخير، صباح النور. عامل ايه؟ الحمد لله. طيب يلا حبيبي، بص بقى، كلمة حوت بها، عايز اعرف بقى حوت بها بها مد ايه؟ مد ألف أو مد ياء أو مد واو؟ واو. طيب هنقول شكرا انت اسمك ايه؟ عبد الرحمن. طيب شكرا يا عبد الرحمن، صح، مد واو. طب بصي يا عبد الرحمن،
انت قلت ليه؟ بص معايا كمل. يبقى فيها مد ايه؟ مد واو. عايزه بس يا عبد الرحمن تجيب لي كلمه فيها مد واو. يلا افتح كده المايك. كلمه فيها مد واو. يلا حوت. غير كلمه حوت، حاجه تانية. ها مد واو، اي كلمه فيها حرف، فيها حركه الضمه وبعد منها الواو على طول، زي كلمه ايه؟ هساعدك. طيب ماشي، بص هجيب لك كلمة من عندي، كلمة ورود فيها مد واو، صح؟ صح. طيب ايه تاني؟ ها يلا، ايه تاني غير كلمة ورود؟ ها ها زو، زوهو. ها احسنت، شاطر، برافو عليك، زهور، ممتاز، شكرا يا عبد الرحمن، شكرا. تمام، وعندنا كلمة، اقفل الميكروفون بعد إذنك. عندنا مقفول، عندنا مثلا كلمة، كمان كلمة نور، مسرور، صح؟ كل التعليقات اللي أنا بشوفها على الشات كويسة جدا وجميلة جدا ما شاء الله، كل اللي هو بيحاول إن هو يتجاوب معايا أو يتفاعل معايا ما شاء الله عليه. طيب نيجي لرقم 6، عندنا هنا كلمة اسمها كلمة أو. طيب هنا الميم، أم، ها أم ولا أم أي ولا أم؟ ها أم مي أي، أنت برضو عبد الرحمن؟ أه طيب ماشي عبد الرحمن، أم. طب أي واحدة؟ جاوب معايا على السؤال ده واقفل الميكروفون. ها أيوة يلا، أني واحدة؟ الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ يعني أقول أمي ولا أمي ولا أمي؟ أي واحدة؟ الأولى ولا التانية ولا التالتة؟ ها تمام، يبقى يبقى هي أم مي، اللي عليها كسرة، اللي عليها كسرة دي اللي في النص، أم مي. تعالوا كده نقراها مع بعض. تمام، أم، أها نحاول إن احنا نكتبها. تمام، أمي. طيب أمي الكلمة دي عليها إيه؟ عليها شد، وإحنا قلنا قبل كده إن الشدة دي بتبقى حرفين، الأول بيبقى ساكن والتاني متحرك. طيب يبقى الأول حرف من كلمة أمي اللي هي الميم، هتبقى الميم عليها سكون، فهقول أم مي، أم مي. أها لو أنتوا لاحظتوا إن أنا نطقت الميم في الأول إيه؟ ساكنة. تمام، هو فين الاكسبت اصلا؟ هو مش جاي لي للاسف والله اي اكسبت في اي شيء. ثواني، تمام يلا ابدا يا ناخد يحيى. يحيى اسامه، يحيى اسامه، الحمد لله. لا يا زين، اسامه، يحيى، ياسين، ياسين أسامة، صح كده، ياسين أسامة. تمام طيب يلا بينا كده مع بعضينا، ثواني. ثواني يا يحيى أسامة، هلال. ثواني دقيقة واحدة بس أقرأ السؤال. طيب تعالى مع بعض كده يا ياسين، يلا بينا. بص بقى بيقول لك اكمل الكلمات مما بين القوسين. عندي هنا حرف الكاف والضاد والواو عليها سكون، والهي والهاء عليها كسره، والدال عليها فتحه. طيب اول كلمه عندنا هنا هي ياسين، لال، هتبقى ايه؟ ها هلال. هلال، شاطر، برافو عليك، هلال. طيب تقدر تجيب لي كلمه برضو اولها حرف الهاء بأي حركة، ضمة أو فتحة أو كسرة؟ هدهد. هدهد، صح. طب لو أنا مثلا عايزاها في نص الكلمة أو في وسط الكلمة، ها هتبقى إيه؟ مهندس. مهندس، أحسنت، برافو عليك. ولو أنا عايزاها أجيبها في آخر الكلمة ياسين، هتبقى إيه؟ في آخر الكلمة،
قطة. قطة. قطة دي هتبقى في الآخر. بص بقى يا سيدي، في فرق ما بين التاء المربوطة وبين الهاء. لو أنا قلت كلمة قطة، تمام، بص كده معايا، مثلا لو أنا قلت كلمة قطة، تمام، في الآخر دي ما اسمهاش هاء، اسمها التاء المربوطة، تمام. طيب لو أنا مثلا دي اسمها تاء مربوطة فهتتنطق تاء، فهقول قطته، قطته، تمام، أو كراسته، تمام، أو حقيبته. لكن لو في الآخر أنا عايزة الهاء، الهاء دي بتبقى شبه التاء المربوطة بس بدون إيه، بدون نقطتين، من غير نقطتين، زي كلمة وجه أو وجهه. بص أنا نطقت إيه، نطقت حرف الهاء في الآخر. أو مثلا الجمع بتاعها وجوه، وجوه هن، صح؟ يبقى أقول زي كلمة وجه وجوه، تمام؟ أو مثلا زي كلمة قلمه، ها، كتابه، حقيبته، تمام؟ يبقى الهاء في آخر الكلمة هي بتبقى بالشكل دوت، اللي هي من غير نقطتين، تمام يا ياسين؟ تمام. متشكرة أوي، شكرا حبيب قلبي. يبقى عندنا هنا أول حاجة هي الهي هلال. طيب السؤال الثاني رقم 2، يبقى احنا خلصنا هنا من الهي هلال. هنا عندي هنا لب. طيب ميم، طيب مروان، فين كان في مروان مصطفى؟ مروان دي واحدة. مروان، مروان مصطفى، انت فين؟ ممكن ترفع ايدك بعد اذنك؟ اها، يلا مروان. السلام عليكم يا مروان، الحمد لله عامل ايه؟ كويس. طيب بص يا مروان، عندنا السؤال التاني مكتوب هنا لب، ها، كلب. كلب. برافو عليك، تعالى كده نكتب مع بعضينا كلب. ثواني، ك كلب، تمام، ك كلب. طيب الحرف الأولاني ده اسمه حرف ايه يا مروان؟ كيف؟ الكاف، صح، تمام. كنت عايزة ايه؟ بعد اذنك عايزة بقى كلمة فيها حرف الكاف في بداية الكلمة. ها، مكتب. مكتب، ماشي، بس ده في الوسط، حلو قوي. لكن انا عايزة كلمة اولها حرف الكاف. ها، انت كل يوم بتاخد معاك ايه في الشنطة؟ كراسات وايه؟ والكتب. صح، ممتاز، برافو عليك يا مروان. يبقى عندي كلمة كتب او كلمة كتاب، تمام، وقلت لي كلمة مكتب، صح كده، في اول الكلمة. طب بص يا مروان، هسألك سؤال معايا. كتاب، الكلمة دي فيها مد ايه؟ ألف. ممتاز. طب وفين الممدود؟ الحرف الممدود فين؟ التاء. ممتاز. احنا عارفين دايما ان الممدود بيجي ايه؟ قبل المد. الممدود بيجي قبل ايه؟ قبل المد. احسنت، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، ما شاء الله، شكرا يا يا مروان. ممكن تقفل الميكروفون؟ تمام. نيجي عندنا هنا السؤال الرابع. يبقى احنا خلاص اخدنا هنا حرف الهاء، انتهينا منه، واخدنا حرف الكاف، انتهينا منه. فاضل عندنا هنا الضاد والواو الساكنة والدال. طيب رقم 3، عايزين برضو نختار حد. أنس، يلا أنس. صباح الخير يا أنس، قول يلا. الحمد لله. عامل إيه؟ كويس؟ اه طيب يلا حبيبي. بص بقى، هنا عندنا كلمة بع. تفتكر هنحط ايه الحرف المناسب للكلمة دي يا أنس؟ ينفع أقول حاجة اسمها دبع لو أخدت الدال؟ ضاد، صح، برافو عليك، ضبع، ممتاز يا أنس، برافو عليك، ضبع.
الضاد عليها ايه؟ عليها فتحة. طيب تقدر تقول لي برضو كلمات فيها حرف الضاد؟ كلمة أو كلمتين تجيبهم لي فيها حرف الضاد؟ ضرس. ضرس، أحسنت، برافو. إيه تاني؟ ها؟ إيه تاني غير كلمة ضرس؟ في كده كائن كده جميل لونه أخضر وبيقعد يتنطط أو يقفز يعني بين الأشياء. ضبي. ها؟ اسمه إيه؟ ضبي. ضبي؟ لأ، كده هو صغنطوط كده ولونه أخضر وبيقعد يتنطط. ضبع. لا مش ضبع، صغير خالص كده وبيحب يعيش في الحاجات اللي فيها أو في الأماكن اللي فيها مية. ضبع. صح، ممتاز، برافو عليك، ضفدع، ممتاز، شاطر، ضفدع، ممتاز، برافو عليك، شاطر. طيب نيجي على آخر كلمة، يبقى احنا خدنا هنا خلاص الكاف والهاء والضاد. عندنا آخر كلمة هنا رقم 4، مين عايزين حد يقعد معانا؟ نختار أحمد وائل، يلا صباح الخير يا أحمد. حاضر مالك، حاضر، هشوفك، حاضر. أحمد صباح الخير، صباح النور. عامل إيه يا حبيبي؟ الحمد لله. يلا يا حبيبي، آخر سؤال عندنا راجع. ها، دال. دال، ممتاز، ده الراجع. طيب بص كده يا أحمد، خليك معايا دقيقة واحدة. لو أنا كتبت كلمة أها دراجة، إيه الكلمة دي؟ إيه فيها مد إيه؟ ألف صح، وفين الممدود؟ راء الراء، ممتاز. طيب كلمة دراجة الراء نفسها عليها إيه؟ شدة صح، والشدة دي عبارة عن إيه؟ بحرفين صح، حرفين الأول عليه إيه؟ الأول عليه حركة إيه؟ ها، دراجة. سكون. لا، الأول، أول حرف من الراء، يعني هو الراء اتنين، الراء الأولانية عليها إيه؟ ده فتح. فتحة، ممتاز، والراء التانية ده سكون. سكون، ممتاز. طب هسألك معلش سؤال تاني يا أحمد، دراجة هي الحرف الأخير ده إيه ده؟ دي هاء ولا تاء مربوطة؟ مربوطة. صح، تاء مربوطة، ممتاز، برافو عليك. طيب تقدر تجيب لي كلمة فيها مادة ألف؟ باب. باب، أحسنت. إيه تاني؟ ها، كتاب. كتاب، برافو عليك، ما شاء الله عليك يا أحمد، برافو عليك، ممتاز، شكرا حبيبي. ممكن بس تقفل الميكروفون؟ تمام. يبقى احنا كده خلصنا السؤال التاني. حاضر يحيى عصام، حاضر. عايزين ناخد السؤال الثالث، تعالوا بينا كده، بسم الله. بعد اذنكم افتحوا الكاميرا لو تقدروا عشان اقدر ان انا بس اشوف الاسماء. يحيى، تمام. طيب حازم، حازم محمد الصافي، يلا بينا، يلا بينا حازم. حازم، طيب أحمد، محمد سيد، يلا معايا محمد، محمد سيد. ألو محمد سيد، صباح الخير، صباح النور، عامل إيه يا محمد؟ الحمد لله. بص يا محمد، عندنا هنا بعض الحروف، النون والألف واللام والياء والميم والدال والباء والفاء والتاء.
عايزة من الحروف ديت تختار حرف أو اتنين على حسب الكلمة اللي أنت شايفها صح، وتجيب لي كلمة منها وأقدر إن أنا أكتبها هنا. يلا حاول كده معايا. بسم الله الله. أمي علي صوتك أمي. ها مرة تانية. أمي تمام. أمي برافو عليك، ممتاز. أمي. طيب الميم، أمي الميم عليها إيه؟ عليها شدة صح؟ شدة وإيه تاني؟ صح. الكلمة دي فيها شدة وإيه تاني؟ أمي. ها مد مد علي بالياء. ها علي مد صوت بالياء. بالياء. تمام أنا سامعاك يا حبيبي. بص بقى طيب معايا، كلمة أمي الياء ديت فيها مادة صح؟ لكن بنقول عليها برضه الياء دي اسمها ياء الملكية. يعني إيه ياء الملكية؟ يعني الياء دي بحطها في آخر الكلمة علشان أقول إن الحاجة دي بتاعتي أنا. زي مثلا كلمة كتاب، فلو أنا عايزة أقول إن الكتاب ده بتاعي بحقول إيه؟ كتاب. ها ها كتاب بي لي. طيب لو أنا قلت مثلا كلمة قلم هتبقى إيه؟ ها عايزة أقول إن القلم ده بتاعي أنا مش بتاع حد تاني. ها قال قمي قلمي، ممتاز برافو عليك. طب لو أنا جبت حاجة مثلا فيها تاء مربوطة زي كلمة كراسة، كراسة. ها لو أنا عايزة أقول إن الكراسة دي بتاعتي مش بتاعت حد تاني هقول إيه؟ وسطي أحسنت برافو عليك، ما شاء الله عليك، كويس جدا، ممتاز يا محمد. طيب ممكن بعد إذنك تقفل الميكروفون؟ تمام. احنا اخدنا اول حرف هنا الالف مع الميم مع الياء فبقت كلمة امي. انا اسفة. عايزين نختار حد تاني ما جاوبش. كرمة. كرمة خالد. كرمة خالد. ايوه ايوه السلام عليكم. الكلام. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. طيب بص حبيبي، عايزين احنا خلاص احنا اخدنا كلمه امي من الحروف دي، عايزك تجيب لي كلمه تانية من الحروف دي برضو. ها فيل. فيل. احسنت برافو عليك ما شاء الله. فيل. فيل تمام برافو عليك. طيب كلمة فيل يا هو اسمك ايه بعد اذنك؟ علي خالد غنيم. علي. طيب يلا علي، فيل كلمة فيل فيها مد ايه؟ فيل. فيل مد ايه ده؟ ف ف لا عندنا ثلاث مدود، اما مد بالالف زي كلمة باب، او مد بالواو زي كلمة ذكور، أو مد بالياء زي كلمة كبير. طيب فيل مد إيه ده؟ ياء. ممتاز برافو عليك، مد ياء. طيب المد اللي هو الياء، طب الحرف الممدود في كلمة فيل فين هو؟ لام. لا هو الممدود بيبقى قبل المد ولا بعد المد؟ بعد المد. حاضر لا حاضر. قبل هو المد. فاء. هو الفاء وفاء. صح كده، برافو عليك. يبقى الحرف الممدود بيجي قبل المد، فالحرف الممدود في كلمة فيل هو ايه؟ الفاء مش اللام. تمام ماشي. تمام يا علي، متشكرة قوي، ممكن تقفل الميكروفون، برافو عليك يا علي ما شاء الله. طيب عايزين ناخد برضو حد تاني. حد كان بيقول محمد حسام دي واحدة. طيب أهو هنا في محمد حسام. طيب ناخد ماشي. كان في هنا عمرو أيمن. عمرو أيمن تمام. السلام عليكم يا عمرو. لا
عليكم السلام. عامل ايه؟ طيب يلا عم قول لي كده لو سمحت، عايزه كلمه من الحروف دي. ها. نمل او دب. نمل او دب، برافو عليك. نمل او دب، هكتبها برضو. تمام، حلو قوي، برافو عليك. طيب عندي سؤال، كلمه نمل بتبدا بحرف ايه؟ النون. نون. تقدر تجيب لي كلمه فيها حرف النون في بدايه النون، او اول الكلمه اولها نون؟ ها، زي كلمه ايه؟ نور. نور، برافو عليك، ما شاء الله، ممتاز، نور. طيب لو انا عايزه اجيب كلمه في وسطها حرف النون، ها، في الوسط حرف النون، كل اللي بيجاوبوا معايا ما شاء الله على الشات، برافو عليكم. ها يلا تفتكر ايه؟ نون، في حاجه كده جميله كده في موضع عضو من اعضاء جسمنا بنشم بيه، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ها، انف. انف، ممتاز، برافو عليك، ايه الحلاوه دي، صح كده، انف. انف، برافو 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 عليك. تمام، شكرا حبيب قلبي، شاكره جدا. طيب ممكن تقفل الميكروفون بعد اذنك؟ ايش. تمام. طيب نيجي بعد كده للصفحة الثانية. بسم الله. تعالوا مع بعضينا هنا، احنا عايزين نعمل حاجة، هنعمل عايزين نوصل الصورة بالكلمة المناسبة ليها. مالك يا سعد؟ طيب حاضر، مالك، ماشي، مالك عصام، عشان قدامي شايفاه اهو، مالك عصام، يلا مالك، السلام عليكم، مالك، ميكروفون، اوكي، السلام عليكم، مالك، الو، ايوه مالك، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طيب يلا حبيبي. نعم. يا ريت اللي مثلا اللي بيتكلم او اللي انا هقوله يتكلم، يا ريت بس يفتح الكاميرا لحد ما يخلص الاجابه، ممكن يقفل الكاميرا بعد كده، يبقى قدام. تمام. طيب يلا بينا، قولي كده يا مالك، اول صوره دي صوره ايه؟ ها 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 هر ها هر هرم هرم. تمام. الصورة الثانية صورة عين. عين، برافو. الصورة الثالثة صورة كتاب. ممتاز. الصورة الرابعة صورة كتكوت. كتكوت، برافو عليك، برافو عليك، ما شاء الله، شكرا شكرا شكرا، ممتاز. ممكن بعد إذنك تقفل الميكروفون؟ أوكي. تمام، شكرا حبيب قلبي. طيب تعالوا يلا بينا نكمل بقية التدريبات. طيب عندنا هنا السؤال، أحب أمي، السؤال دوت ممكن في البيت إن شاء الله نعمله، إن إحنا نكتبه نفس الجملة، والإملاء برضو إن شاء الله. تمام. طب ممكن ناخد الإملاء دلوقتي، ممكن حد يقولها لي شفوي وأنا أكتبها بإذن الله. عايزة مين؟ عندي هنا كلمة، عندي هنا كريم. كريم،